اليوم سنقوم بتصميم عصارة برتقال، وهي من القطع المهمة والموجودة في كل مطبخ والتي تستخدم بشكل دائم. سنقوم بتوضيح بعض التعليمات المهمة في برنامج سوليد وورك. أنا معكم المهندسة نجلاء الحموي. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. اتركوا لنا تعليقاتكم، رح نكون معكم دائما. نفتح سكتش من المستوي رايت بلين ونقوم برسم خطين عموديين. نسمار دايمنشن نحدد بعدي المستقيمين. نرسم خط منحني ونقوم بتحديد الأبعاد والزوايا. من فيتشر نختار ريفولف باس ونحدد الخط للدوران حوله. نفتح سكتش من المستوي رايت بلين، نحدد سكتش الأول ونضغط convert entities. نلاحظ انها اصبحت بلون غامق. نحدد الشكل ونضغط for contraction ليصبح الشكل منقط، ونقوم برسم خط منقط ضمن السكتش. نفتح سكتش في المستوي فرونت بلين ونرسم مستطيل ونضغط for contraction ونحدد أبعاد المستطيل. نحدد الخط السفلي من المستطيل مع نقطة التقاطع على السطح ونضغط coincident. نقوم برسم نقطة في منتصف الضلع السفلي للمستطيل. نفتح 3D Sketch ونرسم نقطتين على السطح. نحدد كل نقطة مع نقطة من المستطيل ونضغط Along Z. من Reference Geometry نختار Plane ونحدد النقطة على السطح. نفتح Sketch ونرسم خط منقط بين النقطتين. نقوم برسم منحني بين النقطتين ونقوم بتحديد الزوايا 45 درجة والأبعاد 20. من Mirror Entities نحدد الشكل ونحدد الخط للدوران حوله. أوكي. من Sketch نختار 3D Sketch ونختار Spline on Surface. نقوم برسم المنحني. نحدد الاتجاه along X. نختار spline in surface ونقوم برسم المنحني الآخر. نحدد الخط المنقط مع نقطة من المنحني ونختار coincident. نحدد المنحنيين ونختار tangent. نحدد المسار ونختار along Y. نحدد نقطة تقاطع المنحنيين مع النقطة العليا من المستطيل ونختار along Y. نحدد النقطة السفلي مع النقطة التي في وسط المستطيل ونختار along Y.
أصبح الشكل solidified. نكرر العملية للمسار الثاني. من 3D Sketch نرسم نقطة برأس الشكل ثم Exit. نفتح 3D Sketch ونرسم نقطة بنقطة تقاطع الخطوط المنقطة Exit. من Feature نختار Lofted Cut. نحدد النقطة السفلية ثم القطع ثم النقطة العلوية. نحدد Guide Surface ونختار المسارين. من Circular Butter نحدد شكل القطع ونحدد المسار الدائري ونحدد عدد المصفوفات 10. من Reference Geometry نختار Plane. نحدد المستوي Top Plane ونحدد البعد 70 ملم. نفتح Sketch في Plane ونرسم دائرة. نسمار Dimension نحدد بعد الدائرة. من Feature نختار فليت ونحدد الانحناء بمقدار 1 مليمتر ونحدد الحواف. من فيتشر نختار شيل ونحدد السماك 2 مليمتر ونحدد السطح. سنبدأ الآن برسم الصحن. نفتح سكتش في المستوي رايت بلين ونرسم خط منقط عمودي. الآن نبدأ برسم الشكل. نحدد النقطة مع السطح ونضغط بيرس. من سمارت دايمنشن نحدد الأبعاد. نضغط سكتش في الليد. نحدد الزاوية الأولى بإنحناء 15 مليمتر و 4 مليمتر للزاوية الثانية و 3 مليمتر للزاوية الثالثة.
من سيرفيس نختار ريفولفد سيرفيس. من سيرفيس نختار ثيكن ونحدد السماكة الأعلى بمقدار 2 مليمتر. من فليت نحدد الحافة بمقدار 5 مليمتر. من فليت نحدد الحافة السفلية بمقدار 5 مليمتر. من فليت نحدد سطوح ونحدد السطح الجانبي. نحدد السطح ونفتح سكتش ونرسم خط منقط أفقي. نرسم مستطيل ونحدد العرض 2 مليمتر ونختار سكتش فيليت ونحدد الزوايا بمقدار 0.5 مليمتر. نحدد الخط مع الدائرة ونضغط تانجنت. من فيتشر نختار اكسترودد كات ونختار ثرو اول. من سيركل بتر نحدد القطع ونحدد الدائرة ونحدد عدد المصفوفات 69. سنقوم بتحديد المادة. من إفرنسس نختار بلاستيك ثم نختار هاي جلاس. نختار ارجانايز ثم نحدد اللون. شكرا لحسن المشاهدة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.